أكد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر المكسيكي خافيير أجيري أن هدفه في الفترة المقبلة تطوير الكرة في مصر، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي له باتحاد الكرة لتقديمه للجماهير المصرية أن طموحه مع الفراعنة أن يكون منتخب مصر أهم فريق في العالم تحت قيادته، وأنه سعيد لتواجده بالقاهرة وأنها تجربته الأولى في إفريقيا. من جانبه قال رئيس اتحاد كرة القدم هاني أبو ريدة إن التعاقد مع أجيري يتضمن عدة شروط بتواجد مساعدين بإجمالي 120 ألف دولار شهريا لأجيري والثنائي الآخر. تواجد مع مساعدين بإجمالي تعاقد 120 ألف دولار شهر مع يعني هو يتعامل مع جانب الأسباني والمكسيكي يشتغلوا معاه. احنا كان في العقد اللي استركوها يمكن الاولاني كنا قلنا في الشروط اللي كان في مكافاه للتاهل لافريقيا، الشرط ده طبعا اتلغى هذا الشرط، مفيش مكافاه للتاهل لافريقيا، انما في مكافاه لحد الحصول على الكاس، ودي كانت برضه موجوده في العقد السابق، وفي مكافاه للتاهل برضه نفس الكلام لكاس العالم على 500 ألف دولار زي الموجوده كانت في العقد السابق بالنسبه للكوبا. اي عقد احنا عقد مع يعني لغايه ان شاء الله كاس العالم 22، وده بيتطعم في كل العالم انه البرفورمانس او التطور اللي هو بيقدمه